بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض مادة أصول محاسبة التكاليف مستوى الثالث ترم أولاني. إن شاء الله معاكم الأستاذة الدكتورة سماسم كامل. بالنسبة طبعا إحنا مضطرين إن إحنا نبدأ المنهج بتسليم الملفات ليكم بدون محاضرات لظروف الطارئة. إن شاء الله المنهج عبارة عن 4 أجزاء: مقدمة، تبويب تكاليف، قوائم التكاليف، المحاسبة عن المواد والأجور والتكاليف غير المباشرة. بنبدأ مع بعض الجزء النظري. يعني إيه محاسبة التكاليف؟ محاسبة التكاليف زيها زي المحاسبة المالية، بيحكمها مجموعة من المبادئ والأسس العلمية بغرض طبعا تسجيل تحليل عناصر التكاليف، وعشان يكون ليها مخرجات نهائيه زي المحاسبه الماليه. المخرجات النهائيه هنشوفها ان شاء الله مجموعه من القوائم، الهدف منها قياس تكلفه المنتج او الخدمه والرقابه عليها ومسانده الاداره في اتخاذ قرارات. طيب، هل في فرق او اوجه اختلاف ما بين محاسبه التكاليف والمحاسبه الماليه؟ في اوجه اختلاف. لو احنا قلنا من ناحية الهدف المحاسبة المالية زي ما انتم خدتوه في الترم الاولاني تحديد النتيجة من ربح او خسارة وتحديد المركز المالي للمنشأة في نهاية الفترة. اما هدف محاسبة التكاليف تحديد تكلفة وحدة المنتج، تقييم المخزون، توفير المعلومات للإدارة للتخطيط ورقابة اتخاذ القرارات. بالنسبة للجهة المستفيدة في المحاسبة المالية زي ما انتم خدتوا قبل كده كان في مستخدم داخلي وخارجي، فطبعا يبقى جهات داخلية وجهات خارجية. أما بالنسبة لمحاسبة التكاليف جهات داخلية فقط اللي هي إدارة المنشأة. بالنسبة للفترة الزمنية بتعدى عليها مخرجات سواء محاسبة مالية أو محاسبة التكاليف، عندي في المحاسبة المالية تعد عن سنة مالية كاملة. أما محاسبة التكاليف فترات التكاليف عادة تكون فترات قصيرة، ممكن تكون أسبوع، ممكن تكون شهر، ممكن تكون ربع سنة، وممكن تكون سنة، على حسب الغرض منها. من ناحية سرية البيانات، بيانات محاسبة مالية منشورة وعلانية، أما بيانات محاسبة التكاليف بتبقى سرية وداخلية. من ناحية تفصيل البيانات ونوعيتها، محاسبة مالية البيانات كانت إجمالية ومالية، أما محاسبة التكاليف تفصيلية وممكن تكون كمية وغير كمية. طب إيه أهداف محاسبة التكاليف؟ أهداف محاسبة التكاليف عندي على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. أول حاجة قياس التكاليف، بتقيس تكلفة المنتج في نهاية الفترة المطلوبة وتكلفة المخزون. كمان في هدف تاني، رقابة على التكاليف عن طريق مقارنة التكاليف الفعلية بالتكاليف المخططة أو المعيارية، ولو في انحرافات ما بين الاتنين بتحاول تحلل الانحرافات وتشوف مسبباتها ومعالجتها. تالت هدف، بتوفر المعلومات اللازمة للإدارة لاتخاذ قرارات، منها قرارات التسعير، منها قرارات المفاضلة ما بين الصنع أو الشراء، منها إنتاج منتج جديد أو استبعاد منتج قائم خسران. فدي على سبيل المثال. طب إيه عناصر التكاليف؟ عادة بتقسم عناصر التكاليف إلى 3 أنواع. أول نوع المواد، وهي عبارة عن تكلفة المواد المستلزمات السلعية المستخدمة في النشاط. تاني حاجة الأجور، وعبارة عن الأجور والمرتبات وما في حكمها. تالت حاجة الأخرى أو الخدمات الأخرى، اللي عبارة عن بنود مصروفات أخرى لا هي مواد ولا هي أو أجور. وإحنا ماشيين إن شاء الله بإذن الله هشوف استخدامنا لـ3 عناصر دي إزاي. طيب، تبويب التكاليف يعني تقسيم التكاليف. ليه أنا ببوب التكاليف؟ على حسب الغرض. الغرض أنا عاوز إيه؟ أعرف تكلفة حجم النشاط، عاوز أعرف تكلفة وحدة التكلفة. فعندي أهم تبويبين أنا هقولهم على طول، في تبويبات كتيرة لكن أنا هقول اللي إحنا هنشتغل بيهم إن شاء الله. أول حاجة تبويب التكاليف طبقا لعلاقتها بوحدة التكلفة. وحدة التكلفة هي وحدة المنتج النهائي قد تكون. فبقسم التكاليف إلى نوعين: تكاليف مباشرة وغير مباشرة. التكاليف المباشرة اللي هي ترتبط مباشرة بوحدة المنتج النهائي، أما التكاليف غير المباشرة اللي مفيش أي علاقة مباشرة بينها وبين وحدة المنتج النهائي.
على سبيل المثال بالنسبة للتكاليف المباشرة اللي هي المواد الخام المباشرة، الأجور المباشرة. أما التكاليف غير المباشرة على سبيل المثال المواد غير المباشرة، الأجور غير المباشرة، عناصر مصروفات أخرى زي الإيجار، مصروفات عمومية وإدارية زي الإهلاكات زي التأمين إلى آخره. طيب النوع الثاني من التبويبات اللي هو تبويب عناصر التكاليف حسب علاقتها بحجم النشاط. وفقا للتبويب ده بتتقسم عناصر التكاليف الى 3 انواع: تكاليف متغيره وتكاليف ثابته وتكاليف مختلطه. التكاليف المتغيره هي التكاليف اللي بتتغير طرديا وبنفس النسبه مع التغير في مستوى النشاط، لكن الوحده الواحده نصيبها من التكاليف المتغيره ما بيتغيرش، بيبقى ثابت. أما التكاليف الثابتة هي تكاليف لا تتغير في مجموعة ما تغير في حجم النشاط ولا في مدى معين، يعني مش على طول. زاد حجم النشاط، انخفض حجم النشاط، بتظل إيه التكاليف ثابتة. لكن نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف الثابتة بيبقى تغيره عكسيا. يعني إيه عكسيا؟ زاد حجم النشاط بتنخفض تكلفة الوحدة الواحدة من التكاليف الثابتة، والعكس صحيح. أما التكاليف المختلطة اللي هي بتجمع في خصائصها ما بين تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة، هي مش متغيرة 100% ولا ثابتة 100%، لكن بتتضمن شق متغير شق ثابت. دور محاسب التكاليف إيه؟ بيفصل الشق المتغير عن التكاليف المختلطة ويضيفه للتكاليف المتغيرة الأساسية اللي إحنا قلناها أول نوع، وبيفصل التكاليف الشق الثابت عن التكاليف المختلطة ويضيفه إلى التكاليف الثابتة اللي هي تاني نوع. بيعمل كده إزاي؟ في طرق مختلفة عشان يعمل الفصل ده. إحنا هناخد طريقة واحدة بس اللي هي أعلى مستوى وأدنى مستوى. أعلى مستوى وأدنى مستوى دي بتعتمد على إن إحنا نحدد أعلى مستوى نشاط والتكاليف المرتبطة بيه وأدنى مستوى نشاط والتكاليف المرتبطة بيه. بعدين بحدد حاجة اسمها معامل التغير أو نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف المتغيرة، سواء للنشاط الأدنى بتكاليفه أو النشاط الأعلى بتكاليفه. ودي طبعا ليها خطوات، وهنشوف احنا ان شاء الله باذن الله من خلال تمرين. التمرين ده عندكم صفحه 38. لو قلنا ان تكاليف الصيانه وساعات الدوران الالات، انا عدلت بس في التمرين شويه على اساس ان انا ضفت مستوى ثالث عشان يبان ازاي ان انا افصل الشق الثابت عن الشق المتغير في التكاليف المختلطه. فلو انا قلت عندي مثلا على سبيل المثال تكاليف الصيانه دي من نوعيه التكاليف المختلطه، عندي 3 مستويات للنشاط، والنشاط هنا بقيسه بساعات دوران الالات. عندي المستوى الاولاني 10,000 ساعة، المستوى الثاني 15,000 ساعة، المستوى الثالث 12,000 ساعة. التكاليف المرتبطه بالنشاط الاولاني، المستوى الاولاني 46,000، التكاليف المختلطه المرتبطه بالمستوى الثاني 66,000، المرتبطه بالمستوى الثالث 50,000. طب المطلوب ايه؟ المطلوب ان احنا نفصل التكاليف الثابته عن التكاليف المتغيره للعنصر ده، وبعدين ممكن استخدم كمان على اساس ان انا عندي معادله الخط المستقيم بستفاد بيها وانا بفصل عناصر التكاليف، بعد ما افصل عناصر التكاليف المتغيره عن الثابته، ومن خلال المعادله دي اتنبأ بالتكاليف المختلطه عند اي مستوى نشاط. فانا لو انا اطلب مطلوب تاني، ودي زياده عندكم عندكم في التمرين، هقول تنبأ لي بالتكاليف المختلطه عند مستوى 20,000 ساعه. وانت تلاحظ ان مستوى 20,000 ساعه مش موجود عندي في التمرين. هبدأ أطبق معادلة الخط المستقيم. بقول معادلة الخط المستقيم ص بتساوي أ زائد ب س، ص تكاليف مختلطة، أ تكاليف ثابتة، وإحنا عارفين ثابتة عند أي مستوى نشاط، ب عبارة عن معدل التغير واللي إحنا طلعناه 4 جنيه لكل ساعة، وس مستوى النشاط. هحط المعادلة دي قدامي، أعوض أ هحط بدلها 6,000، وب هحط بدلها 4. وطيب هو عاوز يتنبأ بكام؟ اي عدد ساعات عمل عاوز يتنبأ بيها هحطها مستوى نشاط. يبقى عندي هو عاوز يتنبأ ب 20,000 ساعة، التكاليف المختلطة تكون عندها كام؟ هروح شايلة س وحاطة بدل 20,000 ساعة. إذا التكاليف المختلطة عند مستوى نشاط 20,000 ساعة هتساوي 86,000. بكده احنا خلصنا الجزء المتعلق بتبويب عناصر التكاليف. نبدأ في الجزء الثالث، قوائم التكاليف.
عشان اقيس التكلفه زي ما قلنا الهدف الاساسي لمحاسبه التكاليف قياس التكلفه. انا في عندي مبدئين، مبدا اسمه التحميل الشامل ومبدا اسمه التحميل الجزئي. التحميل الشامل بيحمل وحدات النشاط بنصيبها من كل عناصر التكاليف سواء كانت عناصر مباشره او غير مباشره. اما التحميل الجزئي بحمل وحدات النشاط بنصيبها من التكاليف اللي بترتبط بعلاقه سببيه واضحه بوحدات النشاط. استبعد التكاليف اللي مالهاش علاقه مباشره بوحدات النشاط. وعندي هنا في ثلاث نظريات، المباشره والمتغيره او الحديه والايه والمستغله. نبدأ بنظرية التكاليف الإجمالية. طبقا لنظرية التكاليف الإجمالية بيتحمل الإنتاج والمبيعات بنصيبها من كافة تكاليف الإنتاج مباشرة أو غير مباشرة. إذا أنا هستخدم هنا التبويب عناصر التكاليف طبقا لمباشر وغير مباشر، وبناء عليها هحسب التكلفة الإجمالية على أساس تسلسل عمليات قياس التكاليف في مراحل النشاط. نبدأ بعندي التمرين عشان نشوف ازاي هنقيس تكاليف طبقا للنظرية التكاليف الإجمالية. عندي اللي هو التمرين اللي صفحة 49، بيقول لي بيانات التالية مستخرجة من سجلات شركة ريهام الكبرى التي تنتج المنتج سين، أرصدة أول وآخر الفترة. عندي مواد مباشرة رصيد أول الفترة 4000 وآخر فترة 3000، إنتاج تحت التشغيل رصيد أول فترة 2000 وآخر فترة 3000، إنتاج تام رصيد أول فترة 5000 وآخر فترة 4000. لو تلاحظوا إن مكونات هنا الأرصدة مواد مباشرة، إنتاج تحت التشغيل، إنتاج تام، وده عبارة عن عناصر المخزون واللي بتختلف في القايمة عن قايمة في المحاسبة المالية. المحاسبة المالية كانت المخزون اسمه مخزون بضاعة بس، أما في محاسبة التكاليف المعاناص المخزون ثلاثة، مواد وإنتاج تحت التشغيل وإنتاج تام. طيب نمرة 2 قال لي المواد المباشرة المشتركة خلال الفترة 16000، يعني جه لي المواد في رصيد أول فترة وفي رصيد آخر الفترة وفي مواد مشتركة خلال الفترة 16000. طب المواد غير المباشرة بقى، قال لي المواد غير المباشرة المنصرفة من المخازن خلال الفترة عبارة عن مواد صناعية غير مباشرة متغيرة ومواد لف وحزم 500، أدوات كتابية 400، أجور مباشرة خلال الفترة 8000، أجور غير مباشرة خلال الفترة عندي عبارة عن أجور صناعية غير مباشرة 2000، قال لي 50% منها ثابت، يبقى 50 التانية هتبقى متغيرة، أجور تسويقية غير مباشرة 2500 اللي 40% منها ثابت، يبقى 60% التانية هتبقى متغيرة، أجور إدارية، وبتبقى عادة عناصر المصروفات الإدارية بتبقى كلها ثابتة، فهو حتى جاب لي في التمرين وريحني ثابتة. التكاليف الأخرى خلال الفترة عبارة عن خدمات صناعية مباشرة 1000، قوة محركة 600، صيانة آلات 400، إهلاك آلات 1500، إهلاك مبنى المصنع بطريقة القسط الثابت عندي 2000، تأمين على مبنى المصنع 1500، مصروفات صناعية متنوعة ثابتة 800، إيجار المعارض 1200، نقل للخارج 400، إعلانات 1600، عملاء عمولة وكلاء البيع 700، مصاريف بيع وتوزيع متنوعة متغيرة 300، إيجار مباني الإدارة 500، مصروفات إدارية متنوعة 900، آخر نقطة إيراد المبيعات 60000. هو عاوز تصوير قوائم التكاليف ونتائج الأعمال في ظل نظرية التكاليف الإجمالية. أنا أعملها الأول في نظرية التكاليف الإجمالية وبعد كده أعمل بنفس التمرين في نظرية التكاليف الحدية أو المتغيرة. أول حاجة أنا بعمل ملاحظات، الملاحظات دي أقدر أطلع منها عنصر تكلفة المواد المباشرة. تكلفة المواد المباشرة أنا عندي رصيد أول فترة جاي لي في التمرين، أجمع عليه المواد المشتركة خلال الفترة وأطرح منه المواد المباشرة آخر الفترة يديني 17000. طيب آدي أول حاجة، أول عنصر اللي هو المواد المباشرة. طب هعمل برضو أطلع تكاليف صناعية غير مباشرة. تكاليف الصناعية غير مباشرة عبارة عن عناصر كتير، منها مواد صناعية غير مباشرة متغيرة 800 وأجور صناعية غير مباشرة 2000. أنا خلي بالكم أنا باخد الكل، أنا ما بفرقش هنا بين المتغير والثابت، بس هو جاب لي المواد الصناعية غير مباشرة كلها متغيرة فباخدها كلها.
القوة المحركة 600، صيانة الآلات 400، إهلاك الآلات 1500، إهلاك مبنى المصنع 2000، تأمين على مبنى المصنع 1500، مصروفات صناعية متنوعة ثابتة 800. هتقولوا لي حطيتي الثابتة ليه؟ حطيت المتغيرة ليه؟ أنا بحط كافة عناصر التكاليف مباشر غير مباشر. عندي اجمالي تكاليف صناعيه غير مباشره طلعت 9600. طب بجيب عندي التكاليف التسويقيه، التكاليف التسويقيه عباره عن مواد لف وحزم 500، اجور تسويقيه غير مباشره 2500، ايجار المعارض 1200، نقل للخارج 400. النقل للخارج معناته نقل المبيعات، لما بنبيع ونودي للعملاء فده مقصود بيه. إعلانات 1600، عمولة وكلاء البيع 700، بيع وتوزيع متنوعة متغيرة 300. لاحظوا إن دي كلها متعلقة بوظيفة التسويق، فعندي هنا 7200. وقبل كده إحنا عندي التكاليف الإدارية حطيناها برضو مع بعض وطلعت عندي 2800. أبدأ بعد كده أعمل قائمة التكاليف اللي هو وفقا لنظرية التكاليف الإجمالية، هبدأ بيها 17000 تكلفة المواد المباشرة اللي أنا طلعتها قبل كده، 8000 تكلفة الأجور المباشرة اللي إحنا عندنا جاية في التمرين مباشرة، مصروفات مباشرة صناعية مباشرة 1000 جنيه، حجمهم على بعض يديني 26000 تكاليف أولية مباشرة. طيب أنا طلعت التكاليف الصناعية غير مباشرة لوحدها، جمعتها بره في الهامش بتاعي طلعت 9600، هجمعها على التكاليف المباشرة يديني كل تكاليف الإنتاج اللي هي عبارة عن 35600. فعندي تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول فترة كانت 2000، هضيف أول الفترة واطرح اخر الفتره، اضيف ال 2000 واطرح ال 3000، يديني تكلفه الانتاج بقى ايه؟ مش كله بقى، لا التام خلال الفتره. طيب انا كان في عندي انتاج تم اول فتره من الفتره اللي فاتت 5000، اضيفه واطرح تم اخر الفتره ديت اللي هو ال 4000، هيديني تكلفه الانتاج اللي هو اللي يتباع من غير المخزون. طبعا انا لو تلاحظوا انا هنا مش جايبه مخزون، افترضت ان الانتاج قد البيع بالظبط. طيب تكلفه الانتاج التام المباع انا مطلعه التكاليف التسويقيه لوحدها، لو انا اضفت التكاليف التسويقيه 7200 يديني تكلفه المبيعات، يبقى وفقا لنظريه التكاليف الاجماليه هيطلع لي تكلفه المبيعات 42800. هو طالب القايمه وقايمه نتائج الاعمال، قايمه نتائج الاعمال ايراد المبيعات عندي 60000، هطرح تكلفه المبيعات اللي انا طلعتها اللي هي 42800 يديني مجمل الربح. لاحظوا ان انا في القايمه ما استخدمتش التكاليف الاداريه خالص، هنا التكاليف الاداريه ما بتظهرش الا في قائمه نتائج الاعمال اللي هي ال 2800. اذا صافي الربح هطرح التكاليف الاداريه من مجمل الربح واجمالي الربح يديني صافي الربح 14400. ده طبقا لنظريه التكاليف الاجماليه. لو انا قلت نفس التمرين وعاوز نظريه التكاليف المتغيره او الحديه، بيقول لي نظريه التكاليف المتغيره او الحديه ما بتيجي تقيس التكلفة بتقيسها فقط وفقا لعناصر التكاليف المتغيرة وتستبعد أي عناصر تكاليف ثابتة. طب تستبعدها هتودي التكاليف الثابتة فين؟ هتودي التكاليف الثابتة كلها لقائمة نتاج الأعمال، لأن الإنتاج أو المبيعات تكلفة إنتاج المباع لازم يتحمل بنصيبه من التكاليف المتغيرة فقط. وبناء عليه لو أنا استخدمت التمرين اللي فات هفصل بقى المتغير عن الثابت، فأبدأ عندي هنا نظريه التكاليف المتغيره ما بتختلفش عن نظريه التكاليف الاجماليه في التكاليف المباشره، هي هي التكاليف المباشره اللي احنا طلعناها اللي هي 17000 مواد مباشره، 8000 اجور مباشره، 1000 مصروفات مباشره، يعني كلها على بعضها 26000 زي ما هي. الاختلاف هيجي بقى فين؟ في عناصر التكاليف غير المباشره. في عناصر التكاليف غير المباشره هياخد المتغير بس، وبناء عليه عندي التكاليف الصناعية غير مباشرة المتغيرة عبارة عن مواد صناعية غير مباشرة متغيرة فقط 800، أجور صناعية غير مباشرة، وطبعا هو كان جاب لي المواد كلها متغيرة خلاص حطيتها كلها. أجور صناعية غير مباشرة قال لي إيه؟ قال لي 50% منها متغير و50 ثابت، آخد 50% منها بس. القوة المحركة هاخدها عندي في اللي هي في التمرين، لأن عندي تعتبر القوة المحركة تعتبر من عناصر التكاليف غير المباشرة الايه
المتغيرة اللي هم 600. صيانة الآلات برضو نفس الشيء، عندي مصاريف الصيانة أخدها 400 زي ما هي، وبعدين حجمه هيديني 2800. بالنسبة للتكاليف التسويقية المتغيرة، مواد اللف والحزم، مواد اللف والحزم عندي 500 باخدها كلها، تعتبر كلها بحكم التكاليف المتغيرة. أجور تسويقية غير مباشرة، قال الأجور التسويقية غير المباشرة، قال 40% ثابت، يبقى 60% هتبقى متغيرة، يبقى 1500 بس. مصروفات النقل عندي للخارج، مصروفات النقل للخارج طلعت 400 باخدها كلها. الإعلانات عندي باخدها كلها 1600. عقود عمولة وكلاء البيع لأنها بترتبط بالمبيعات باخدها كلها 700. قال لي مصروفات البيع والتوزيع المتنوعة، جابها لي كلها متغيرة، هاخدهم 300 كلها. إذا مجموع التكاليف التسويقية المتغيرة 5000. طيب اقدر اشتغل بقى. طب والتكاليف الاداريه فين؟ هي التكاليف الاداريه في النظريه، التكاليف الاجماليه بتبقى احنا اتفقنا ان هي كلها ثابته، وهاخدها برضو في نظريه التكاليف المتغيره بتبقى كلها ثابته، فنفس المبلغ باخده هنا برضو معايا. دلوقتي برضو بنشوف هنا تكاليف صناعه غير مباشره الثابته، عبارة عن أجور صناعة غير مباشرة ثابتة 1000، إهلاك آلات 1500، إهلاك مباني المصنع 2000، تأمين على مباني المصنع 1500، مصروفات صناعية متنوعة ثابتة 800، ولو أنا جمعتهم هيطلع التكاليف الثابتة 6800. التكاليف الإدارية زي ما هي وقلنا عليها 2800. طيب بعد كده هعمل بقى، أنا قلت التمهيد بتاعي أو الهامش بتاعي خلصت، أبدأ أدخل عندي قائمة التكاليف المتغيرة للمنتج سين. زي ما اتفقنا إن التكاليف الأولية المباشرة زي ما هي، التكاليف المباشرة ممكن أقول عليها تكاليف مباشرة وأسكت، اللي هي مواد مباشرة وأجور مباشرة بالإضافة إلى المصروفات المباشرة، أو ممكن أقول عليها تكلفة أولية مباشرة. 26000 سواء كان في التكاليف المتغيرة أو التكاليف قائمة التكاليف الإجمالية زي ما هي. نبدأ بقى عندي أخد تكاليف صناعة غير مباشرة بس متغيرة فقط لا غير، وأنا عاملاهم في الهامش بتاعي 2800. لو أنا جمعت التكاليف الأولية المباشرة زائد التكاليف المتغيرة الغير مباشرة هديني تكلفة الإنتاج المتغيرة 28800. طيب عندي المخزون عندي غير التام، التكلفة بتاعته أو اللي هو تحت التشغيل الرصيد أول مدة كان 2000، زي ما هو عندي في التمرين، هطرح آخر المدة يبقى 28800 زائد 2000 ناقص 3000 يديني 27800. مخزون الإنتاج التام أول مدة زي ما هو 5000 سواء في الإجمالية أو المتغيرة، عندي 5000 زائد 27800 وهطرح منهم رصيد اخر مده ال 4000 يديني 28800. 28800 دي اسمها تكلفه الانتاج المباع المتغيره. هضيف التكاليف التسويقيه غير مباشره المتغيره اللي انا طلعتها لوحدها اللي هي 5000 يديني تكلفه المبيعات المتغيره، التكلفه المتغيره للمبيعات. ابدا اعمل قائمه نتائج الاعمال، ودي المختلفه عن قائمه نتائج اعمال في نظريه التكاليف الاجماليه، لان هحط من ضمن عناصر التكاليف مش التكاليف الثابته الاداريه والتمويليه بس زي ما كانت في النظريه التكاليف الاجماليه، لا هحط تكاليف صناعه غير مباشره الثابته اللي انا استبعدتها، والتكاليف التسويقيه غير مباشره اللي انا استبعدتها الثابته بالاضافه الى التكاليف الاداريه والتمويليه. ابدا بايراد المبيعات زي ما هو، اطرح منه التكاليف المتغيره للمبيعات اللي هم 33800، وبعدين هيطلع عندي الربح الحادي او هامش المسمى 26200. التكاليف الثابته احنا مجمعينهم مع بعض، التكاليف الثابته عندي عباره عن تكاليف صناعه غير مباشره ثابته 6800 زائد 2200 تكاليف تسويقيه غير مباشره ثابته زائد 2800 تكاليف اداريه وتمويليه ثابته. عناصر التكاليف دي كلها الثلاثة مع بعض هتديني 11800، هطرحهم من الربح الحادي أو هامش المساهمة. لاحظوا كانت في قائمة نتائج الأعمال الإجمالية كان اسمه مجمل الربح، هنا اسمه هامش المساهمة أو الربح الحادي. هطرح التكاليف الثابتة اللي هي 11800 من 26200 يديني صافي الربح اللي هو 14200.
و400. طيب هل في اختلاف ما بين صافي الربح هنا وصافي الربح في نتاج الاعمال وفقا لنظريه التكاليف الاجماليه؟ لا، ما فيش اختلاف في صافي الربح النهائي. الاختلاف في الربح الحدي، الاختلاف في تكلفه المبيعات المتغيره، الاختلاف في عناصر التكاليف الثابته اللي انا بطرحها من الربح الحدي في قائمه نتائج الاعمال. وكده يكون خلص الجزء الثاني اللي ثالث المتعلق بقوائم التكاليف.